طيب عاوزين نعرف برضو يمكن في شراكة بتحصل مع التحالف لمبادرة حياة كريمة، وإزاي فرقت برضو وجود مبادرة حياة كريمة من خلال وحدة البيانات اللي موجودة عندها والتدخل السريع لجمعيات المجتمع المدني في هذه القرى. قدرنا اللي احنا نشوف يمكن قبل الفقرة شفنا برومو أو فيديو كنا بنشوف فيه مشروعات بتنفذ على الأرض، سواء كانت مشروعات إسكان، سواء كانت مراكب بتقدم لصغار الصيادين. شفنا عدد كبير من الخدمات. إيه هي أبرز الخدمات اللي بتقدموها مع مشروع حياة كريمة يعني الارتقاء بجودة حياة الريف المصري تحديدا؟ هو حقيقة احنا اشتغلنا على عدة محاور، فنيجي بس على التعليم والتدريب. في معاهد وفي مدارس عملتها المؤسسة وشغالة لغاية النهاردة بشكل سليم. في نفس الوقت بنساعد الأماكن اللي هي بتقدم التعليم والتدريب بشكل مباشر. حتى برضو كلكم عارفين ان في مدرسه صناعيه تكنولوجيه تطبيقيه اتعملت بخبره يابانيه جوه منظومه مصانع العرب. صحيح. فبتطلع وكانت رائده وشفنا ازاي بتمد المصانع بعماله مدربه. ومش بس كده، العدد هيزيد فهتغطي مصانع اخرى. وممكن كمان يحصل ان هو يتم تصديره للخارج بكرامه، مش المركب بقى حياتك زي ما تشوف المركب اللي بتغرق وكده، لا ده يطلع تحت مظلة من الدولة، هو واخد تدريب هاي كواليتي يطلع بيه في أي دولة، وإحنا إيه نتابعه هناك هياخد أحسن راتب وأحسن عائد. بس الأول أشوف الاحتياج بتاعنا إحنا هنا في بلدنا. ودي ما كانتش مدرسة الوحيدة على مستوى مصر، في أكتر من 45 مدرسة اتعاملت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من رجال أعمال كتير، وفعلا دي يعني عملت مردود تدريب وتعليم كويس. هنخش على المحور الثاني اللي هو بتاع الصحه. محور الصحه احنا مش بس بنقدم الخدمات كمستشفى او مستشفيات او عيادات، لا احنا كمان بندعم المستشفيات الحكوميه في المجانيه من وزاره الصحه في المناطق اللي هو بيجي لنا باستمرار بيبقى محتاج جهاز او محتاج حاجه بنداومه. الحاجه الاكثر بنعملها برضو في المستشفى ان احنا بندرب مجانا لطلبة الامتياز مثلا في التمريض. دكتور ممدوح انا بقى لا انا عاوز اقف تحديدا عند النقطه دي. يعني فيما يخص المستشفيات انتوا كنتوا بتشتغلوا بالتوازي. سواء كان دعم قوائم الانتظار وسرعه علاج المصابين في قوائم الانتظار. بالزبط. وايضا رفع كفاءه المستشفيات وامدادها بالاجهزه الناقصه. بالظبط. وكمان التدريب، يعني كنا بنجيب مثلا في الهندسه الطبيه او في اللي بيسموها طب الطوارئ، في نفس الوقت اللي هو الصيدله الاكلينيكيه، كل الخبرات ديت مع الجوده، يعني بيجي يتدرب معانا وعشان ياخد في الاخر شهاده تدريب معتمده. يعني المركز التدريب اللي موجود معتمد من هيئه القلب الامريكيه. التدريب ده لما بيتعمل مكمل للمنظومه، لان انا لازم ارفع حاجتين، ارفع الكواليتي والجوده والمهارات، في نفس الوقت ازود العدد. ازود العدد دي مش انا اللي بعملها، يعني الكليات والمعاهد الفنيه بتطلع، انا بخش بقى في دوري انا ارفع المهارات والايه والجوده. دكتور